السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، عواشر مبروكه تدخل عليكم بالصحه والسلامه، وباش تمنيتو يا ربي لجميع المسلمين والمسلمات اجمعين يا ربي. ونتمنى ان شاء الله نكونوا من صيام رمضان هذا العام يا ربي، وربي يوفقنا كاملين داكشي اللي كنتمناو في هذه العواشر ان شاء الله. اليوم جيتكم بفيديو جديد بحاجة جديدة إن شاء الله اللي غادي يستافدوا منها جميع السيدات. اليوم قررت نهضر لكم على الطريقة كيفاش أنكم تحسبوا التاريخ المتوقع للولادة، حيت بزاف كيوصلوني دي ميساج كيسولوني يا سليمة عافاك حسبي لنا، شوفي لنا فوقاش واصلين، شوفي لنا فوقاش ممكن تكون عندنا الولادة. اللي ما عارفينش، ما موجدينش، ما حتى شي حاجة، خاص هذه اي سيده زعما كنظن انا خاصها تكون عارفه هذه الطريقه هذه، حيت هي طريقه سهله وبسيطه يقدر اي وحده ديرها، ماشي شي عمليه حسابيه اللي معقده ولا ما تقدرش زعما شي مره تحسب عادي. هنا تكونوا عارفين توجدوا حويجاتكم على خاطركم، واخا هي ما كتعطيش يعني النهار اللي غادي تولدوا فيه بالضبط، ولكن على الاقل كيكون داك هذاك الاسبوع، يعني واخا كيقول لك وديها كتخرج لك في النتيجه هذا النهار بالتاريخ كذا كذا، ولكن ماشي فيه غادي تولدي بالضروره. كاين اللي كتستقلها كتولد في هذاك النهار نيت، وكاين اللي كياخذ شي شويه ديال الوقت، يعني واحد كيبقى واحد الديكالاج ديال واحد السيمانه، يعني ديك الموعد الولاده كيبقى مشيئه الله سبحانه وتعالى. انا غادي نخلي لكم الطريقه كيفاش تحسبوا، هي سهله ونتمنى انكم كلكم ديروها. والبنات اللي كيتابعوني ما نبغيش شي وحده عاد تصيفط لي شي ميساج تقول لي حسبي لي، المهم كنضحك معاكم. اللي جات هاد الطريقه صعيبه ولا بغاتني نعاود نشرح لها دوز عندي البريفي ونعاود نشرح لها ان شاء الله، ما كاين حتى شي مشكل على راس والعين، وهي طريقه بسيطه بسيطه بزاف بزاف وغادي تعجبكم، ونتمنى تستافدوا منها وتبقاو دائما تخدموا بها وتبارطاجيوها حتى مع الناس اللي كتعرفوا اللي حاملين ولا ما كيعرفوش يحسبوا. المهم انا غادي نخليكم مع الطريقه كيفاش. هانتوما غادي نعتبروا على اساس انه اخر دوره كانت في 3 في شهر 8 2018، غادي نديرو 3 8 2018 ياك. غادي نشدو دائما هادو نكتبو هنا الايام، هنا الاشهر، وهنا السنه. دائما الايام كنزيدو 7 والاشهر كنقصوا 3 والسنة كنزيدوا 1. هادو هما هذه هي الطريقة باش كنحصلوا على كنقولوا لا دات بروبابل داكوشمون، لا يعني الوقت التقريبي للولادة. غادي ناخدو عندنا 3 زائد 7 كتساوي لنا 10، عندنا 8 ناقص 3 كتساوي لنا 5، عندنا 18 زائد 1 كتساوي لنا 2019. هذه هي التاريخ المتوقع للولادة، يعني كنديروا الأشهر الأيام عفوا دائما كنزيدوا عليها 7، والأشهر دائما الشهر كنقصوا منه 3، والسنة كنزيدوا عليها 1 باش كتعطينا لادات ديال الولده فوقاش كتكون. يعني ماشي ديري هاد الحساب هذا كتكوني عوال على انك في هاد التاريخ هذا بالضبط غادي تولدي، ولكن كيبقى غير تقريبي، يعني على الاقل في هذيك السيمانه كتكون الولده ان شاء الله. وهاد القضيه هذه تالي زعما اللي عكزات انها تحسب الايام وتحسب السنه وداكشي، تبقى تشد غير الشهر بحال مثلا اللي جاتها فيه اخر دوره تنقص منه 3 شهور وغادي يعطيها الشهر اللي غادي تولد فيه باش توجد الحويجات ديالها وهاد الامور المهم اللي كيخصوها داكشي على حساب الولده تكون عارفه فوقاش غادي تولد. وهي طريقه سهله وبسيطه، نتمنى انكم كلكم تطبقوها باش هكا تكونوا عارفين، تكونوا على درايه وما تحتاجوش ان شي حد عادي يحسب لكم ولا المهم يقول لكم شنو، ولا تمشي لشي بلاصه عاد باش تحسبي. هاد الطريقه سهله تحسبي بها غير في دارك وراسك، ونتمنى تستافدوا منها عفوا وتطبقوها كاملين. المهم الطريقه هي هذه اللي وريتكم، كما شفتوا طريقه سهله بزاف 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 وبسيطه، نتمنى انكم ديروها
وتبقاو دائما تحسبوا بها وتكونوا عارفين هي غادي تحسبوا بها مره واحده، ومن ثم صافي غادي تبقاو دائما عارفين فوقاش عندكم تاريخ المتوقع للولاده ان شاء الله. ونتمنى تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم والصديقات ديالكم، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو عجبتكم الطريقه وعجبكم الافكار اللي كنعطي لكم ولا النصائح، ما تنساوش تعاونوني بجيم والبارطاج للقناه باش تكبر ان شاء الله. وعواشركم مبروكه مره اخرى، وتهلاو ليا فراسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله بمعلومات جديدة ولا أفكار جديدة. السلام عليكم وعواشر مبروكة.